ابن ملك ألفية. قال محمد هو ابن ملك، أحمد رب الله خير ملك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، نقرب الأقصى بلفظ منجزي، وتبسط البدل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخط، فإيقاتا ألفية تبني معطي، وهو بسبق آئز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميل، والله يقضي به بات وفرا، لولاه في درجات الآخرة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمات والقول عم، وكلمات بها كلام كد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وآل، ومسند للاسم تمييز أسل، بتفاعل تواعدت ويفعل، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لن كي يشم، وماضي الأفعال بالتمز وسيم، بنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل، في واسم نحو سوى حي أل، والاسم منه معرب ومبني، لشباه من الحروف مدني، وشباب الودعه في اسمي جئتنا، والمعنويه فيما توافي هنا، وكنيابة الآن الفعل البلا تأثر، وقفت قار أصيلا، ومعرب الأسماء ما قد سليما، من شباح الأرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضاريا إن أريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفوت، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبنيه أن يسكنا، ومن ذو فتح وذو قصر وضم، كأين حمص حيث والساكن كم، والرفع والنصب اجعلا إعرابا، لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد قصص بالجر كما قد قصص الفعل بأي جازما، وارفع بضم وانصيبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسقين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء اخو بني نمير، وارفع بواو وانصيبا بالالف، واجرر بيا اما من الاسماء اسف، من ذاك دو ان صحبه ابانا، والفام الحيث الميم من أبانا، أب أخ هم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليا ينظر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا، ليك جاء أخو أبيك دع اعتلا، بالآليف ارفع المثنى وكيلا، إذا بمضمر مضافا نصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، وارفع بواو وبيجر وانصبي، سليم جمع عامر ومدني، وشب إيدين وبه إشرونا، وبابه ألحك والأهلونا، ألو علمنا عليونا، وأرادونا شد والسنونا، وبابه ومثل حين قد يرد.
ذا الباب وهو عند كومي الطريد ونون مجموع وما به التحك فافتوى كلام الناب وافتوى كلام الناب قصره ناطف ونون ما تني والملحك بي بأقصيد كاستعملوه فانتبي وما بيتا وآليف كالجميع يصر بالجر وفي النسب ما كذا أولى تولى دسما كالجعل كأدريات فيه ضائدا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرادف واجعل لي نحو سلام.